بالحربات طعنوا يسوع حبيب قلبي، يسوع حبيب قلبي. يا ابونا القمص سرجيوس، سرجيوس وكيل عام البطريركيه، كل سنه وقدسك طيب. احنا النهارده بنحتفل بعيد القيامه المجيد، ماذا تقول قدسك لكل المصريين بمناسبه عيد القيامه؟ بقول كل سنه وانتم طيبين لاخواتنا الاباط طبعا الاول، وسنه طيب لكل المصريين، ويعني كلنا لما نحتفل بالعيد مع بعض تبقى جميله. يعني صحيح تقول لما تيجي في الكدريه النهارده هتلاقي مصر كلها موجوده، الصبح برضو واحنا موجودين بسبب سيدنا قداسه البابا المهنيين مصر كلها. النهارده الصبح كان شيخ الازهر، فطبعا هي دي مصر الحلوه جميله. وكل سنه طيبين، ويا ربنا كده نشوف مصر باحسن حال وفي تقدم باستمرار طبعا برئاسه فخامه الرئيس محمد السيسي، وان شاء الله مصر بخير ومصر واعده، وكل سنه طيبين. القبور وانتهش القبور.